فبراير 2020. صباحكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة من شمس البحرين، راح نتكلم فيها اليوم في الفقرة الأولى تحديدا عن التغذية الصحية للأطفال، ومن بعدها راح تكون معنا الزميلة اسماء الشيخ في موضوع جديد يخص الموضة. راح نسلط الضوء أيضا على الفعاليات اللي تقدمها جمعية فرط الحركة ونقص الانتباه البحرينية. بس قبل أن نبتدي فقراتنا ونروح المطبخ، خلونا نشوف الومضة اليوم شو تقول. ومضتنا اليوم تقول: ابتسامتك هي الشيء الوحيد الذي ينقذك في أي يوم كئيب. خل بسمتك موجودة في حياتك، خل بسمتك في المطبخ. صباح الخير شيف محمد. صباح النور يا هلا. شلونك؟ بخير الله يسلمك. الحمد لله. طيب سلطة اليوم؟ اليوم سلطة. يقال أنها سلطة. يقال. إي. سلطات شنو بنسوي اليوم؟ عندنا سلطتين اليوم. أوكي. حق ربع سي فود وربع الستيك واللحم. أنت سي فود صح؟ فعندنا سلطات اللي هي الستيك، عندنا رباي ستيك. طبعا خمرته في، استخدمت فيه سلري، استخدمت فيه ليك مع ماسترد وملح وليمون. حلو. عندنا طبعا الشمندر قطعناه شرايح، عندنا الذره الحلوه، وعندنا الملفوف الابيض بعد قطعناه شرايح. طبعا كل سلطه بيكون لها سوس مختلف. عندنا السوس اللي بيكون حق سلطه الستيك بنستخدم فيه سراتشا، بنستخدم فيه المايونيز، ايضا شويه ملح وفلفل ابيض. حلو. اما بالنسبه حق اللي هو سلطه الليمون، عندنا الليمون بعد مخمر، عندنا نستخدم بالسلطه افوكادو، خس، ليزر طبعا قطعناه شرايح، وعندنا اللي هو الخيار قطعناه شرايح، وعندنا اللي هو بين سبراوت. اوكي. وحق التتبيله سلطه الليمون راح نستخدم اللي هو الماسترد مع زيت الزيتون وشويه عصير ليمون. حلو. وشويه سكر. سكر على اي. زين، شو بنسوي اول خطوه؟ فاول خطوه راح نشتغل على التتبيله دام ان السلطه تقريبا جاهزه. صح. فراح نشتغل على التتبيله. بنبتدي بتتبيله سلطه الستيك. بنحط اول شيء السراتشا، وبنحط اللي هو المايونيز، راح نخلطهم. هاي قلت شنو ذي شيف؟ هاي فلفل ابيض. فلفل ابيض. راح نضيف رشة فلفل ابيض ورشة ملح. وحين جهز عندنا طبعا صلصة خفيفة، وراح ان شاء الله تناسب مع طعم اللحم وطعم السلطة. اما بالنسبة حق اللي هو التتبيلة حق سلطة الربيون، راح نعصر الليمون. انا احس السر في السلطه هي السوس، اذا كان هو السوس صح. هو دائما في يعني اغلب الوصفات او اغلب يعني حتى الحين اذا تلاحظ حتى المطاعم نفسها اكثر شيء يركزون عليه السوسات. فحتى يعني السوسات في وايد مطاعم ما تطلع اسرار الصلصات نفسها، لان نفس ما تقول اللحم مثلا او هاي تقريبا التخميره او التبهيره مالته متشابهه بين اغلب المطاعم. بس السر في السوس. بس السوس اي نعم، السر دائما يكون في الصلصه نفسها. طبعا هني الصلصات نفس ما تشوف يعني خفيفه، في صلصات يمكن معقده اكثر، صلصات تحتاج طباخ، تحتاج مقادير أكثر. بس هني الصلصات بتكون ان شاء الله خفيفه وما تحتاج يعني الواحد اللي يبي يسوي هاي الاشياء في البيت، هاي الاشياء كلها متوفره يعني. متوفره وبسيطه. اي. فبعد ما نعصر الليمون راح نضيف، عفوا راح نضيف اللي هو الماسترد. راح نضيف زيت الزيتون. وايضا راح نضيف شويه سكر. السكر عشان شنو شيف؟ لما حطينا الماسترد السكر، لان نفس ما قلنا قبل بالنسبه مثلا حق الليمون في شويه حموضه، فعشان يعادل هاي الاسيدتي يعني.
وحتى الماستر نفسه بعد فيه شوية حموضة، ف يعني عشان ما يصير ما تصير التتبيلة وايد حامضة أو مرة يعني. ونفس ما تشوفون هاي هي التتبيلة جاهزة. إذا سوينا احنا الصلصتين في الجزء الثاني في الجزء الثاني راح ان شاء الله نبتدي بنطبخ الستيك وبنطبخ الربيون. حلو. وبعدها نخلط السلطة، يعني سلطة الستيك بروحها وسلطة الربيون بروحها. حلو. احنا بنرجع لك يا شيف من المطبخ، بننتقل وياكم لنبض الشارع مع زميلنا علي الحداد. خلينا نشوف اليوم شنو سأل الناس وراجعين نوصل الفقرات. مرحبا، البحرين وايد حلوة والأماكن فيها متعددة ومتنوعة، خصوصا في فترة الشتاء مع الجو الحلو. خلينا نشوف نبض الشارع والناس شو تسوي في هالفترة. شلونك؟ الحمد لله. شو تسوي هني؟ مشتركين في مهرجان دارة البحرين. شو رأيك في البحرين؟ الحمد لله أكيد جميلة طبعا. مبسوط؟ مبسوط أكيد. بتروح وين في البحرين؟ كل أماكن موجودة في البحرين. تقول إيه للناس اللي مش تعرف البحرين بشكل كويس؟ مش هتشوفوا أطيب من أهل البحرين، ومش هتشوفوا حد يعني يستأنس زي موجود في البحرين. والله من البيت للدوام، والحين في منتزع عين عذاري ترى يعني الإيفنت هاي وايد ممتاز، بالأخص إن الأشياء ذي اللي قاعد تحصل واليهال اللي يلعبون وكذا. والحمد لله إحنا من طبيعتنا هنا جايين، أنا مسعف في إسعاف ويانا يعني احنا بنتابع مستشفى الهلال، نشيك المرضى اللي هو الضغط والسكري في نفس الوقت. مجان؟ مجانا، وكابونات عندنا الله يسلمك نوزعها عليهم علشان يجون يا يغير جو. مع من؟ مع فعاليات ديرة البحرين في عذاري. وش رايك في الفعاليات اللي في البحرين تصير؟ والله الفعالية ممتازة ممتازة. تقول حق الناس اللي قاعدة في بيوتها؟ تعالوا واستانسوا غيروا جو، والله أحسن من القعدة في البيت. والله جاي اتمشى في هالمكان الطيب واغير الجو، صراحه مكان شرح وحلو، وانصح اي واحد يجي يبقى يمشي عياله او شباب او حاجه في المكان الطيب اللي هو منتزه عذاري. حق الناس اللي قاعده في بيوتها، والله غلطان على الجو الحلو هذا، نسناس ها والاماكن الطيبه والقلوب الحيه، فغلطان يجي هنا يوسع صدره. يعطيك العافيه. يعافيك حبيبي، شكرا. والله نتمشى ونس اليهال. ايش رايكم في المكان؟ حلو والله. من وين؟ من الكويت. شو حق الناس اللي قاعده في بيوتها؟ والله يقول اطلعوا استانسوا. والله تعرفين العيال وكذا مستانسين الحمد لله. ايش معنى اخترتوا هالمكان؟ والله اليوم اخر يوم، بكره مدارس. والمهرجان كان حلو يعني من ديره البحرين، فحبينا نمشي. حق الناس اللي قاعده في بيوتها؟ خسرت واجب. البحوين منو اللي ما يحبها؟ شعب طيب 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 الى ما لا نهايه. بس هذا شو تقول حق الناس اللي ما تعرف البحرين؟ اقول تعالوا هنا، واذا ما عشقت البحرين ما عندي صار. حبتك العافيه. الله يعافيك. عندي محل هنا تحت الخيمه. بس بالعاده لما تطلع في البحرين وين تروح؟ والله كل مكان نروح، نفس ما تروح الناس يمين يسار فوق تحت. شو تقول حق الناس اللي قاعده في بيوتها؟ والله بتندمون، اجواء حلوه ورومانسيه وباريسيه بعد. والله المهرجانات اللي ان شاء الله الكثيره موجوده، معرض الخريف كفايه، معرض ديرة البحرين في منتزع عذاري كان شيء وايد مشرف، وكان مهرجان وايد قوي، وفاته نص عمره لمايا الصراحه المنتزع. شو حق الناس اللي قاعدين في بيوتهم؟ والله اتمنى انهم يطلعون يشوفون المهرجانات اللي في مملكه البحرين، وشنو الشيء الجديد اللي في المملكه، والاحتفالات والمهرجانات اللي موجوده. مشاهدينا، تعتمد التغذية السليمة للأطفال على المبادئ نفسها لتغذية البالغين، حيث أن الجميع بحاجة إلى نفس العناصر الغذائية اللي هي الفيتامينات، المعادن، الكربوهيدرات، وأيضاً البروتينات والدهون. ورغم هالشيء يحتاج الأطفال إلى كميات مختلفة من العناصر الغذائية. راح نعرف تفاصيلها مع الأستاذة مريم النصور، مساعد مدير بمركز عائشة للتدخل المبكر وأخصائية التغذية، الأستاذة أمل غربي. صباح الخير، حياكم الله معنا في شمس البحرين. شلونكم؟ طيبين ان شاء الله.
أشوف اليوم عندنا فواكه في الاستوديو. صباح الفواكه. راح ابتدي معك أستاذة مريم، أنت كلامنا من قبل عن الخدمات اللي يوفرها مركز عائشة، بس نبي أو نتكلم فيما يخص التغذية خصوصاً بالنسبة للأهالي. طبعاً بخصوص التغذية، قبل كل شيء إحنا وقت اللي ولي الأمر يسجل عندنا البطاقة اسمها البطاقة الصحية. في هالبطاقة الصحية محتواها إنه هل عنده حساسية، هل عنده أمراض، هل عنده حتى لو كانت أمراض وراثية، كلها في البطاقة الصحية. هل عنده حساسية من شغلة معينة من الأكل، هاي كلها نستنتجها قبل إحنا نسوي الخطة الغذائية حق الطفل في المركز من خلال الاستمارة، من ناحية الاستمارة البطاقة الصحية اسمها. زين أستاذ أمل، التغذية أكيد ضرورية للطفل، التغذية الصحية، لكن شنو أبرز مخاطر التغذية الغير صحية؟ شو ممكن إحنا اليوم نقدم إرشادات للأهالي؟ بالنسبة للطفل يواصل جهاز المناعة التطور متاعه الست سنوات الأولى، هذيك علاش التغذية المناسبة في الوقت المناسب تكون ضرورية للطفل باش يطور من جهاز المناعة متاعه. لكن وقت اللي نعطيه الطفل تغذية غير صحية جهاز المناعة متاعه يضعف، هذيك علاش يكون أكثر عرضة للأمراض كما السمنة مثلا، كما الأسقربوط، وهو مرض يظهر بعد 3 شهور من نقص في الفيتامين جي. الفيتامين هذا ينقص وقت اللي الإنسان يأكل الكربوهيدرات المصنعة ويتجاه الأكل الفيتامين، الأكل الخضروات والفواكه. زيدا نلقاو يعني مشاكل في الجهاز الهضمي كما التهاب الأمعاء، هشاشة العظام وقت اللي الشخص يأكل الأطعمة المصنعة والمعلبة الغنية بالصوديوم اللي تخلي الجسم متاعه يفقد الكالسيوم. يعني أستاذة مريم، أنتوا هني لازم أكيد يكون لكم دور، وأتوقع أيضا لكم دور في النصائح اللي توجهون للأهل. نفس ما ذكرت أستاذة أمل أن اليوم في كثير أهالي يعتمدون على الأغذية المصنعة أو الجاهزة، هل تدخلون في مثل هذه الأمور؟ تحاولون بطريقة أو بأخرى تقدمون نصائح للأهالي؟ طبعا لازم نتدخل، لان بعض اللي هو الهايبر اكتيف لازم ما نعطيهم الاشياء الزايده الهاي، يعني اللي فيها سكريات وفيها الشوكولات والامور. في هالحاله احنا لازم نتدخل، استدعاء ولي الامر طبعا في بدايتها، نقعد معاهم نقول لهم ترى احنا عدينا خطه وهالخطه موجوده في السيستم مال المركز، يدخلون ياخذون الخطه الغذائيه، هي الخطه بشكل يومي. في حال ان احنا شفنا الطفل ما راح يتقبل الاكل المعينه، نحول الموضوع حق استاذه امل، استاذه امل تغير الخطه الغذائيه. لو نخص أستاذ أمل الأطفال المصابين بالتوحد، هل في هناك لهم أيضا نظام مختلف عن الأطفال؟ أكيد طبعا، بالنسبة للأطفال التوحد عندهم حساسية بالبروتين الكازين اللي هو بروتين القهوة في الحليب، والجلوتين اللي هو بروتين القهوة في منتجات القمح. هذاك علاش وقت اللي طفل التوحد ياكل يشرب الحليب الحيواني ولا ياكل منتجات القمح، نشوفوا منه حركات الفرط، الحركه فرط الحركه والهايبره والحركات الغريبه. الحساسيه هذه فما زوز نظريات علميه حكيوا عليهم. النظريه الاولى تقول انه الانزيمات اللي تحلل الكازيين والجلوتين ضعيفه، هذاك علاش البروتينات هذه تدخل في الدم وتاثر على الدماغ، والنتيجه نتاعهم فرط الحركه اللي نشوفوه والتصرفات الغريبه. والنظريه الثانيه تقول انه الحساسيه المفرطه من البروتينات هذه تخلي المناعه نتاع الطفل يعني تعطي رياكسيون قويه، بحيث انه تهاجم الخليه نتاعها، هي تعتبر انه جسم غريب. اورك هي يعني بروتينات ينتج عنه، يعني هو الفارتة. فقط مجرد فرط في الحركه ولا ياثر ايضا على مر الخلايا؟ ياثر اكيد يأثر. طبعا ياثر ياثر على الدماغ، لانه يعني عمليه الهضم ما تكون صح. حليب ها ممكن يسوي الحليب وفي حلول انه الحليب الحيواني خليه يعني ما يشربونه، يغيروا حليب نباتي مثل حليب الصويا، حليب جوز الهند، حليب اللوز، وعندهم نفس القيمة الغذائية بالنسبة للحليب الحيواني. بالنسبة لمنتجات القمح الحين يعني تويكة في الأسواق فما منتجات قمح اللي هي خالية من الجلوتين، كل شيء هاي متوفر ما شاء الله. ذكرتي أستاذة مريم قبل شوي نظام إلكتروني المركز، خلينا نتكلم عنه أكثر، وشنو اللي يقدمه وكيف يتم التعامل معه كنظام. طبعا النظام الإلكتروني يعني يمكن صممته لنا أستاذة عائشة، وايد دقيق السيستم فيه
كل ما يخص الطفل من ناحية الخطة الغذائية، من الناحية الرعاية الذاتية اللي تكلمنا فيها في الحلقة اللي طافت، عندنا بعد اللي يكون بعد اللي هو الخطة الأكاديمية، الخطة السلوكية، حتى يعني لأي درجة إن إحنا كل تفاصيل الطفل اليومي اللي تكون في المركز تكون في السيستم عندنا. وفي هاي السيستم ننزل خطة شهرية غذائية حق كل طفل. حلو. يمكن يعني قبل أن نختم لقاءنا اليوم، بالنسبة للتغذية أستاذ أمل، هل في هناك خطوات أساسية معينة لازم الأهل ينتبهون لها؟ أكيد طبعاً، يعني حتى نتجاوز المخاطر اللي حكينا عليها من الأول، لازم الأهل يهتموا بالنظام الغذائي لابنهم، يتابعوا خطوات تبع الهرم الغذائي الصحي، اللي يعني كل وجبة سواء فطور غداء عشاء لازم يوفر وجبة يكون متوفر فيها الكربوهيدرات اللي هي الحبوب وتمد جسم الطفل بالطاقة. بعد لازم يكون فواكه وخضروات اللي هي غنية بالفيتامينات والمعادن باش تسهل عملية الهضم. وطبيعة ما ننساوش الحليب ومشتقاته باش يعطينا الكالسيوم، وفي اللحوم والأسماك الغنية بالبروتين، وأخيرا السكريات واللي هي يعني ينصح بأعطائها في كميات بسيطة جدا. يعني شنو سر سلة الفواكه الحلوة اللي معنا اليوم؟ صباحنا فواكه مثل ما قلنا اليوم. صباح الفواكه، مركز عايش اكيد للتدخل المبكر. اشكرك استاذه مريم، استاذه امل، على حضوركم معنا اليوم. شكرا. قاعد نستفيد من هذه الفقره الصراحه بشكل اسبوعي، نتمنى ان شاء الله نواصل مع بعض. شكرا لكم. شكرا. 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 راح ننتقل للمطبخ ونشوف وين وصل طبق اليوم. مشكورين، ما قصرتوا، يعطيكم العافيه. لا تحاتين تحاتي. اول خطوه سوينا الصوصات، والحين بدينا نحط الزبده. بنحط الزبده عشان نطبخ فيها اللي هو الربيون، وهني بنطبخ الستيك. حلو. طبعا الرباي ستيك معروف ان كنت بسالك ليش اخترت الرباي. اوكي. هو الرباي يعني في نسبه عاليه من اللي هو الشحم نفسه. فيك الرباي وايد تندر، يك طري يعني اكثر، والتتبيله طبعا والتخميره هاي تساعده بعد يكون طري اكثر. وثاني شيء يعني قطعة الرباي اللي هي من الأضلع يعني يعني فيها طبعا اللحم بعد يعني كميته ممتازة، وما في يعني ما في مثلا اللي هو العظم أو كل هاي الأمور. فحاليا يعني بيكون سهل مع السلطة، ما بيكون يابس. إيه بيكون سهل مع السلطة، ما بيكون لأن بساعة ما تمين سألني يقول لي شلون سلطة مع ستيك يعني. يعني مو وايد شاطر شوف السلطات، بس أتوقع اللحم موجود، ما أريد صحح لي ولا لا، أكثر في السلطات الآسيوية أنا أشوفها، بس ما أعرف. إي موجود يستخدموها في السلطات الآسيوية، وحتى السلطات اللي هي مثلا اللي المكسيكية فيها يعني فيها وايد يستخدمون اللحم. يعني حتى شكل الشكل وهو يطبخ مع الزبد يختلف عن الزيت ولا احلى. هو اللحم دائما يكون احلى مع الزبده، لان ساعات الدهن مثلا زيت الزيتون اللي هو يعطون طعم شوي مختلف، بس لان اللحم نفسه يعني او الزبده نفسها طعمها قريب من اللي هو الشحم اللي في اللحم واللي في الستيك نفسه. اتوقع بسرعه بيجهز صح؟ اي. الستيك طبعا ما يعني لان قطعته شرايح وحلون، فما ما بياخذ وقت. وانا شخصيا وايد ناس ما يحبون الستيك اللي هو يكون ولدن وايد، اللي يكون صح، لانه يصير يفقد الطعم اللي فيه. وايد يابس. اي ويصير وايد يابس. فنفس ما تشوف الحين بدا يتغير اللون. صح. طبعا بالنسبة حق اللحوم يعني ممكن تكون القطعة مثلا هي رباي نفسها، بس تكون يعني من انواع ثانية، من يعني مثلا هاي انقص.
في اللي هو مثلا يمكن اللي هو مثلا نيوزيلندي ولا اللي من ساوث افريكا ولا من في الووغيو، في درجات مختلفه من اللحوم يعني. يعني غير مثلا السي فود يمكن نفس ما تقول مثلا ربيون تقريبا نفسه واحد، في انواع مختلفه صح صح بس صح. بس اللحم تحديدا ايه، وصار الحين يعني وايد في وايد دول يركزون في الجريدز مال اللحم، فتلاقي مثلا اعلى جريد بالنسبه حق اللحوم مثلا اللي هو الواجيو الاي 5 مثلا. بعدين في الواجيو درجات بعد الواجيو في انواع اي الواجيو في درجات مختلفه، وطبعا كل ما زادت زادت الدرجه مالت اللحم يرتفع سعره، وكلها يعتمد على العنايه بالتغذيه والتغذيه والعنايه يدلعون يعني كم رجع يوم محبوب ياكلونهم محبوب ايوه ما ياكلونهم الا طبعا اللي هي الاشياء الطبيعيه الاعشاب وكذي، بس فعلا ترى يفرق بالطعم ايوه وايد يفرق بالطعم. يعني في بعض اللحوم ناس ما قلت لك ممكن تحصل رب اي، لكن ايك يعني يوبس اكثر يعني من هاي مو بطري. ما في هالمرحله اللي ما يستوي الربيان يستوي اللحم، احنا بنرجع لك اكيد شيف في النهايه نشوف الطبق وين وصل. بنطلع فاصل الحين وراجعين مع الزميله اسماء الشيخ في فقره الموضه، لا تروحون بعيد. صباحكم الله بالخير مشاهدين برنامج شمس البحرين. في الأغلب مثل ما ذكرنا في فقرة موضة سابقا أن البنات في الوقت الحالي يفضلون المكياج الناعم والبسيط، وعشان كذي قررنا اليوم نخصص موضوع الفقرة على المكياج اليومي الناعم والبسيط مع خبيرة التجميل دلال سيار. صباح الخير دلال. صباح النور حبيبتي دلال. في البداية نبي نعرف شنو الأدوات اللي تحتاجها كل بنت حق المكياج اليومي؟ طبعاً الصبح مو بشرط إنه يكون فونديشن، في بشرات تحتاج، في بشرات ما يعني ما تكون محتاجة. شنو البدائل؟ البدائل يكون بودرة أو فونديشن، إنزين، وكونسيلر أكيد. في ناس بعد تكون محتاجة، في ناس لا، مثل الموديل ما تحتاج. بس الشادو يكون خفيف، البلاشر يكون بعد، بس. يعني مو وايد أساسيات تحتاجها البنت حق المكياج الناعم أو حق المكياج أكيد اليومي أكيد. أدوات طبعا بسيطة وتقدر أكيد تطلع باللوك اللي يعجبها أكيد. حلو. طبعا مثل ما نشوف أن أنت جهزتي الموديل شوي بشكل بسيط وايد قبل الهواء، فبس كلمينا شنو بديتي وياها؟ بلشت وياها في الشادو. الشادو طبعا اللي حق اليوم يكون نود، ألوان فاتحة، ما يحتاج يكون سموكي لأن السموكي حق في الليل حق المناسبات. بس بلشت لها ألوان يعني كلش بسيطة، البيتش على البنك. حلو. الحين نفس ما ذكرنا حق المشاهدين أن أنت راح تراوينا خطوات المكياج الناعم أكيد. واليومي حق الدوامات أو حق طلعات بسيطة، فنبتدي في الخطوات وتشرح لنا الخطوات إن شاء الله. طبعاً أول شيء راح أبلش في الفونديشن. الفونديشن اللي حق اليوم يكون يفضل أنه يكون مثل الماء أخف يكون على البشرة. راح أحط لها بسم الله. طبعاً أنا دائماً أحب أقمج البشرة حق الكل. أنا كنت مجهزت لك سؤال عن هاي الموضوع. أحب أقمج الكل لأن أغلب البنات أساساً يحبون أنهم يغمجون روحهم، بس في بعض الأحيان تصير طريقة التغميج شوي خاطئة. تكون خاطئة. إيه؟ هو فشون الطريقة الصحيحة إن إحنا نغمج روحنا بس بشكل حلو. بشكل حلو. هو أهم شيء يكون الفونديشن أغمج من لون البشرة بتكة واحدة. القصد في إن تغمجين البشرة يكون اللوك وارم، يعني يكون على أصفر شوية. عرفتي؟ ما يكون تغمجين اللي يكون على بني وايد. صحيح. فشوف الحين أنا يوم حطيت الفونديشن مغمجة لكن ما يعطيك اللون. يعني ما يبين فرق. ما يبين فرق ما وايد. يبين إيه؟ فرق. صار يندمج شوي مع لون البشرة نفسها.
هو أهم شيء الصبح يكون الفونديشن مثل الماء يعني خفيف. اي بالضبط أكيد. يعني طبعا المكياج ما يطلع حلو إلا إذا البشرة تكون حلوة. أكيد هاي بارت وايد مهم. أي أهم شيء في الميك اب تكون البشرة حلوة وتكون كلين، ولازم البنت تعتني فيها، هذه أهم شيء. كل من يجيني لازم أقول له البشرة أهم شيء في الميك اب. فعلا أنا دائما أقول، ما أدري إذا توافقيني الرأي دلال، إن بدال البنت تشتري المكياج عشان تخش عيوب بشرتها، أو إن بالضبط. هي في بعض البنات ما يكون عندهم عيوب في البشرة بس يدمرون بشرتهم بسبب كثرة المكياج. بالضبط. هذه المبالغ وفريها عشان تعتنين ببشرتك بشكل أفضل، لأن حتى المكياج بتستخدمينه بشكل أقل إذا البشرة أحلى. بالضبط. في ناس يكون العذر وياهم يعني مو شرط إنه يكون مثل الهيدروفيشل، حتى إذا كانت الميزانية ما عندهم يكون محدودة البادجت، اي حتى لو في البيت السكراب في البيت ما يكلف شيء. بس اهم شيء البنت تكون معتنية في البشرة عدل. هاي طريقة وضع الكونسيلر. انت خلصتي من الفونديشن الحين انتقلتي حق نقطة الكونسيلر. شنو الطرق الصحيحة حق وضع الكونسيلر؟ الكونسيلر اهم شيء الصبح يكون خفيف وايد، ما يكون وايد ثك عشان ما يكون كيكي. انا اول مرة اعرف هالمعلومة ان كونسيلر الصبح يختلف عن كونسيلر البشرة المسائية. اكيد انا عادة صراحة استخدم هذا هو الكونسيلر حق البشرة. يعني شوفي اللي حق الصبح اذا تحطينه ما يبين لك الكيكي، كنا مو حاطة شيء بس هو يخش. اوكي يخش بس في مثل الوقت ما يكون ثك. يعني يعطي تغطية حلوة بس يكون انه خفيف. بالضبط. واكيد حق الصبح ما له داعي كونتور كريمي، كفايه اي البودر. قبل الهواء انا وانت كنا نتناقش عن البيوتي بلندر. اي وايد بنات الحين قاعدين يستخدمون البيوتي بلندر. مهمه وايد. شلون؟ مهمه وايد. مهمه وايد بس انا من الاشخاص الصراحه ما اعرف استخدمها، ويعني اتجنب انه انا استخدمها لانه اخاف اني استخدمها خطا. شلون استخدمها بطريقه صحيحه؟ اول شيء تكون مبلوله بماي، تكون محصوره عدل، ما تكون كلش الماي يطيح منها. اي وبس. بس اهم شيء لين بتستخدمينها ما تسوين كذي، يكون ما نمسح بشكل، لا يكون بشكل كذي علشان الميك اب يدش في البشره، لان حلو. اذا كان كذي الميك اب راح يكون في شخوط. إيه؟ بالضبط. كلمينا عن هاي الخطوه اللي بعد. طبعا عقب الكونسيلر حطيت بودره علشان اثبت بس، والحين راح احط البودره المضغوطه على الوي كامل، البودره اقمج منها عشان بس اعطيها اللوك الوارم. دلال يعني يمكن نرجع شوي موضوع البشرة الصحية والمكياج الحلو. بالذات ان الميك اب النوع يطلع البشرة اكثر، يعتمد على البشرة اكثر. لازم الادوات اللي نستخدمها تكون دائما معقمة، دائما ننظفها بين فترة وفترة. شو المدة الزمنية الصحيحة اللي احنا لازم ننظف فيها ادواتنا؟ احنا كميك اب ارتست لازم عقب كل كاستمر لازم نغسل وننظف. التنظيف مال الفرش مهم وايد، لان اساسا اذا تخلينا اكثر من يوم يكون في كبكتيريا، بالذات اذا استخدمنا فونديشن والاشياء السائله احس شوي اسهل ان هي تسحب البكتيريا. واهم شيء يعني تعقمينها عدل الفرش، لان وايد تصير فيها بكتيريا، حتى السبنج يعني يصير فيها بكتيريا وايد. شنو الطرق الصحيحه للتنظيف؟ صابون. اوكي وانا احط في الصابون زيت زيتون علشان الفرشه ما تكون، انا مره سويت الحركه واختبوا كل علشان الفرشه ما تكون ناشفه، فالزيت زيتون وايد زين عشان تخلي الفرشه تكون هيلثي واللمعه فيها اكثر. نسبه الزيت زيتون ايش كثر حطيتي؟ كلش شوي.
انا حطيت وايد حطيت وايد واختفى كل بروشاتي شويه. اوكي البلاشر الوردي حق الصبح انا وايد احبه، يعطي لوك حلو كفايه يعني. طبعا الهايلايت الصبح مو شرط ومو بكل بشره تشده، اذا كانت البشره فيها حرار او مسام ما ينفع لها تبتعد البنت عنها، فهي دوم ان البشره مالتها اوكي حط لها شوي يكون بشكل بسيط. دلال المكياج الناعم يكون فيه كونتور بس اكيد يختلف عن الكونتور يعني نفس ما ذكرتي قبل شوي ان نبتعد عن الكونتور الكريمي في الميك اب الصباحي او الميك اب الهادئ. بس شنو الفرق بينه وبين الكونتور اللي احنا لازم نسويه حق الميك اب الناعم؟ الكونتور اللي حق المناسبات يكون ديب اكثر، محدد اكثر، محدد اكثر. الحين مثل ما انت تشوفين مو محدد وايد، ناعم بسيط حق الصبح الشغل، فبس الفرق انه يكون ذوك ثيك اكثر. الحين تقريبا انت خلصتي الفونديشن كونسيلر وتبتلين في العين بس شوي فوق، بس لين احط لها شيء بسيط تحت. هو هاي الميك اب يعتمد على انه يبرز ملامح البنت بس بطريقه وايد سوفت وناعمه، وايد سمبل اي، ما له داعي الصبح كحل او يكون الشادو وايد قامج. شوفي فوق. هل تختلف الالوان؟ يعني احنا قلنا الميك اب الناعم بالذات ان البنات الحين صاروا يحبون يحطون ميك اب ناعم حتى في المناسبات. أيه. بس الالوان بتختلف او درجات الالوان بتختلف اذا كان هو الصبح او في الليل او في طلعه عاديه؟ اكيد هو حق في الليل او حق الاعراس انا احط الشادو يكون كريمي، بس هنا يعني حطيت لها شادو البودر حتى الوقت اساسا في المكياج اللي حق الحفلات يا اخي ياخذ لي ساعه، المكياج اللي شي ياخذ لها مثلا ثلث ساعه شي بس كفايه يعني. حلو. بس الحين ببلش لها حق الحواجب. انا اشوف ان الحواجب وايد تاثر على شكل الوجه كامل، يعني في بنات ما شاء الله يعني هم يكونون جميلات بس شلون يرسمون حواجبهم يخربون كل المكياج. بالضبط، الحين احنا عندنا في الوقت هاي ما له داعي ان الوحده تحط الحواجب من قدام يكون محدد وايد. العارضه الحين هي حواجبها مو مرتب لكن بس احط لها لون بسيط بني. يعني ما اكثر فيه حتى. وعادة أنا اللي يوني يعني تحبين بس الفراغات ما كثر. أي بالضبط أي. فما كثر فيه أصلا، كل ما كان الشيء أخف كل ما كان أنعم. ما دلال قبل أن أنهي أنا أحب أستغل وجودك عشان تقدمين نصائح حق البنات وتكلمين لهم عن ألوان موضة هالسيزن في المكياج. السيزن معتمد على النود، كل الوان النود الاحمر الشادوات كل الوان النود اكيد حق الحفلات يكون غير، بس الحين النود هابين فيه هالفتره البيتش البينك. الحين بحط لها لون نود المحدد. انا عندي مهم لازم استخدم يثبت الحمرة اكثر. قبل كانوا يحطون بس المحدد يحددون الحاجة، الحين لا لازم البنت تلون الشفايف كاملة لانه يأثر بعد على لون الحمرة. بالضبط، بس هذه احسن طريقه علشان الحمره تكون ثابته اكثر. صحيح اي
تتم أكثر الحمرة. أخليها بينك شوية. حلو. بكذي نكون خلصنا طبعا اللوك اليوم، ميك اب ناعم شويه. مشاهدينا وصلنا لنهايه هذا اللقاء اللي كان معانا فيه الميك اب ارتست دلال سيار، ومثل ما شفتوا سويت لكم اليوم ميك اب ناعم للدوامات والطلعات الخفيفه. كل الشكر لك دلال ويعطيك العافيه حبيبتي. الله يسلمك، ما قصرتي المعلومات حبيبتي اللي قدمتيها حق البنات حبيبتي، ان شاء الله يكونوا مستمتعين. اما الحين خلونا نرجع البدر. الحين ناطر فقره الشباب ها وعد. احنا الحين مشاهدينا بننتقل لفقره الهوايات الاسبوعيه، وضيفنا في التقرير التالي بدا مشواره من الثمانينات تقريبا الى اليوم، ومثل مملكه البحرين في العديد من المحافل الخليجيه والدوليه في هذه الرياضه. تعرف عليه في التقرير التالي. الخيل شيء يعني يسحر الواحد إذا استمر معه، لأن بيكون في بينهم مودة، في بينهم علاقة نفس ما نقدر نقول. فالواحد إذا استمر من صغره مع الخيل فصعب إن الواحد يقدر يترك هذه الهواية. كنت أحب الخيل وايد يعني، بس كان عندي صعوبة أن أمتلك حصان وأن أمارس الهواية. يعني من صغري كنت يعني وايد أحب الخيل، والعائلة كانوا مو مأيدين الفكرة أن أنا أركب خيل، ولا يعني خافون علي. وفي نفس الوقت رياضة الخيل رياضة مكلفة، كنت حاب أن الخيل، وصريت أن أتدرب، وكنت أروح اسطبلات اللي يتدربون، وحصلت فرصة مع مرور الوقت أن أركب خيل، وتطور الموضوع إلى أن شاركت في مسابقات قفز الحواجز، ومن بعدها انضميت إلى فريق منتخب البحرين، واخترت أن أكون من ضمن الفريق الملكي للبحرين لقفز الحواجز، وهذا كان لي شرف أن أمثل اسطبلات الملكية. كنت يعني جدا فرحان انه بس ابي اتقرب للخيل والمسه يعني. فتطور المسألة والحمد لله شاركت وركبت ومثلت المملكة في عدة يعني دول، سواء في الخليج وفي اوروبا، وحصلت دعم من يعني من حتى من العائلة في البداية اللي كانوا رافضين الفكرة، لها اليوم الحين كل اسبوع عقب سباق. يعني انا كنت في قفز الحواجز، بعدين انتقلت الى القدره، والحين انا في سباق الخيل. يختلف كل واحد منهم يختلف يعني. دعم اللي حصلته يعني من جلاله الملك وسمو الشيخ خالد بن حمد، هم اللي كانوا اكثر الناس اللي كانوا يدعموني من البدايه. حاليا انا الحين ادرب في سباق، يعني في السباق، فاحنا اكثر الخيل اللي هي ثيربريد المهجنه، فهي اللي تخصصنا احنا في هذه الفصيله، فلها مواصفات خاصه يعني ان تكون فصيله الدم من حيث الاب والام والحجم، وفيها وايد مواصفات ان الواحد لازم يتقنها علشان يختار الشيء المميز ويسابق فيها. وطبعا
كل ما تزيد الصفات كل ما الأسعار تختلف. أنا فزت على كأس جلالة الملك في قفز الحواجز كنفسي أنا كفارس، وشاركت في عدد محافل في سواء في فرنسا وفي في البحرين، في عندي وايد يعني، وكأس سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد، في وايد يعني في الكويت حصلت مراكز أولى وفي الإمارات، ففي وايد يعني بالنسبة للقفز الحواجز. صادنا ظروف البحرين، صادنا إن إحنا في 2012 ما أتذكر ولا 11 يعني مرض الرعام في حق الخيل، فهني كانت صعب علينا إن إحنا نشارك خارجيا، ووقفت المشاركات الخارجية والمحلية صارت إن ما نقدر نشارك لمدة 3 سنوات تقريبا. وأنا كان فيني شغف وأبي إن أواصل الرياضة هذه، رياضة الفروسية، فانتقلت إلى القدرة، وبعدها إذا جيت للفروسية للسباق الخيل. وأنا حصلت كذا إصابات يعني، فقررت أن أتجه إلى التدريب. الحين ما أقدر أركب نفس ما كنت أركب خيل وأنا كنت قبل يعني قبل الإصابات. مشاهدينا، نظمت جمعية فرط الحركة ونقص الانتباه البحرينية المخيم الأول لأطفال فرط الحركة ونقص الانتباه، واللي يعتبر من الأول من نوعه على مستوى مملكة البحرين. راح نتعرف اليوم على الجمعية وعلى هذا النشاط تحديدا مع الدكتور أحمد مالال الأنصاري، استشاري طب نفسي أطفال وناشئة ورئيس جمعية فرط الحركة ونقص الانتباه البحرينية، الأستاذة ندى نسيم عضو مجلس إدارة الجمعية. حياكم الله ويانا في شمس البحرين، يعطيكم العافية. حياكم. طبعا راح ابتدي معك دكتور، طبعا انت مو غريب علينا في 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 البرنامج، بس يمكن اليوم اول مرة يشوف او يتعرف على هذه الجمعية، خلينا نتكلم عن جمعية نبذة بسيطة وش اللي تقدمه اليوم للمجتمع. شكرا، اهلا وسهلا فيك. حياك الله. الجمعية هي جمعية اجتماعية أهلية، تعني بتعريف الاضطراب نفسه وذوي الاضطراب ومعاناتهم، وبالتالي تحث المجتمع، الجهات الفاعلة في المجتمع سواء كان القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، على تقديم الخدمات، تسهيل الخدمات لهم وتهيئة الخدمات حتى تناسبهم، تناسب ظروفهم. كذلك احنا يعني كثير من أعضاء الجمعية هم من الجانب الصحي والتعليمي، فبالتالي تركيزنا يكون على هالجانبين. ويعني مثل ما تقول احنا نتكلم عنهم، لأنهم ما يقدرون يمكن يعبرون عن أشياء اللي ما يريدونها وهم صغار في عمر صغير، فإحنا ماخذين هالمبادرة إن إحنا البوق اللي هم يعني يستخدمونه إحنا اللي نتكلم عنه، نوصل رسالتهم للمجتمع. بالنسبة حق المخيم هو العلاج مال نقص انتباه الحركة، في جانب دوائي وفي جوانب أخرى اجتماعية تأهيلية. أوكي، فإحنا في البحرين جانب الدوائي يعني ما قصرت وزارة الصحة مهتمة فيه ومتوفرة الأدوية إلى آخره. الجانب الاجتماعي يبي له جوانب اجتماعية تسوي، يعني مو الوزارات وكذا، لازم الجهات الأهلية تهتم فيه. فإحنا بادرنا في بنشوف نسد النقص، يعني في مثلا الجانب الدوائي أولا ما ينفع حق كل الأطفال، ثانيا كثير من أولياء الأمور ما يحبون يعطون، يعني وهذا حقهم، ما يحبون يعطون أولادهم أدوية. فهل معناه ان احنا نوقف ما نعطيهم شيء؟ اكيد لا، لازم نسوي لهم خيارات اخرى. عدل. فالخيارات الاخرى سوينا برنامجين، برنامج واحد اللي هو تدريب اولياء الامور على تحسين العلاقه مع الاطفال، وهذا برنامج ماشيين عليه الحين تقريبا صار لنا 3 أو 4 سنوات، سوي مرتين في السنه لمده 3 أسابيع ولاقى نجاح زين. الحين فكره المخيم هي اول مره اللي احنا قاعد نستعرضها الحين. هذه طبعا في دول ثانيه سبقتنا في هالمجال، واحنا نحاول ان احنا شو ما تقول نسوي تجربه بحرينيه.
حلو. احنا ما نبي نقتبس كل شيء بحذافيره، كل دول لها ظروفها. فاحنا لا، احنا لما نسوي تجربه بحرينيه وهذه اول تجربه لنا ان شاء الله بنقول لك وياها الحين. يمكن استاذ ندى اي نشاط او فعاليه فيها يمعه تحلى الصراحه، فما بالك في البار في هذه الاجواء الحلوه. خلينا نتكلم اكثر عن المشروع ذي او الفعاليه بشكل عام، وشنو اهم المهارات اللي حبيتوا توصلونها للأطفال يمكن حتى أهليهم أتوقع. بالضبط. طبعاً في البداية صبح عليك مذيعنا المتألق دائماً بدر وعلى جميع المشاهدين. طبعاً بتوفيق من الله وتشجيع دائماً من دكتورنا القدير استطعنا أن إحنا ننفذ برنامج المخيم لأطفال فرط الحركة ونقص الانتباه. هذه البرنامج سعينا من خلاله أن إحنا نطور مجموعة من المهارات للأطفال، ركزنا على المهارات الاجتماعية بالإضافة إلى المهارات الحياتية، وما غفلنا الجانب الترفيهي. يكون الفترة اللي نفذنا فيها البرنامج كانت الأسبوع الثاني من إجازة الربيع. باختصار كانت فكرة البرنامج أن الطلبة يجون المقر، طبعاً احنا نفذناه في مركز الوفاة للإعاقة الذهنية. يمرون الطلبة عندنا في 5 محطات يومياً، هذه المحطات 3 منهم تركز على تعزيز المهارات الاجتماعية، ومحطتين أساسيتين ركزنا فيها على الجانب الرياضي. وللأمانة يعني الجانب الرياضي أثرى المخيم لأنه كان في متنفس وايد حق الأطفال من خلال الرياضة. خذينا فيه معين حق كل يوم مثلاً على أساس أن احنا نعزز القيم، يعني ما يكون أنا أقدم مهارات لمجرد بس أنشطة عن طريق اللعب. ركزنا على مجموعة من القيم الهامة، مثلاً ركزنا على قيمة التعاون، كيف أختار صديقي. ركزنا على أيضاً مهارة الإنصات والتركيز، يعني الشغلات اللي يحتاجونها الأطفال واللي بتفيدهم في يعني مرحلتهم. حلو. خلينا نتكلم دكتور عن تفاعل الأهالي تحديداً في مثل هذه النشاطات، هل متفاعلين معاكم دائماً، مرحبين بالنشاطات اللي تنظمونها بين فترة والثانية؟ أعتقد هو بعد أنها تجربة جديدة كان في إقبال زين يعني من الأهالي. طبعاً هم الأهالي في عندهم معاناة من ناحية، خصوصاً من ناحية السلوكية ومن ناحية التعليمية. فهذا البرنامج يعني فرصة حق الأهالي يتعرفون على قدرات الطفل الثانية الموجودة اللي هي غايبة وسط جو الفشل اللي يعاني منه. فبالتالي كان يعني جيد ان احنا يسمعون من عندنا ان ترى ولدكم عنده موهبه في كذا، ولدكم عنده مهاره في كذا. كانوا مستغربين، قلنا لهم حتى سلوكه، يعني انتم سلوكه لان انتم حاكرينه في البيت، يمكن سلوكه كان يعني غير مرغوب فيه، يسوي اشياء وايد، ترى احنا في المخيم كان لا سلوكه ممتاز وذي. فاعطيناهم انطباع اخر. نتمنى يعني انهم ياخذون هذا الشيء بحيث انهم ينظرون الى الجوانب الايجابيه. لان تعرف هو هذا الطفل من اول ما يدش المدرسه لحتى العمل التركيز بيكون على شنو اللي ما سواه. صحيح. مو شنو اللي سواه، شنو اللي ما سواه، شنو التقصير. اي احنا في المخيم لا، نركز على الاشياء الايجابيه اكثر. لو نتكلم استاذ ندى عن رده فعل الاهالي وايضا الاطفال من خلال هذا المخيم. والله طبعا انا دائما اقول ان اولياء الامور كانوا عنصر نجاح للامانه في هذا البرنامج. جيد. يعني أنا ما يغيب عن بالي المشهد في اليوم الأول، كنا حاطين لهم أن توقيت الحضور من الساعة 8 إلى 8:30، وأنت دائما بتعرف أستاذ بدر لما أنت تعد برنامج دائما موضوع أن الالتزام بالحضور هذا، يعني لأن هذا بيكون يعني عنصر من نجاح البرنامج. يعني أثلج صدرنا الصراحة تواجد أولياء الأمور الساعة 8:15، القاعة كانت متروسة في اليوم الأول. حماسهم، إصرارهم على أنهم يجيبون عيالهم، التزامهم بالوقت، الفيدباك اللي كان يوصلنا منهم يومياً، هذه للأمانة كلها كانت يعني ردات فعل جميلة من قبل أولياء الأمور، وهذه هي تحثنا إن شاء الله على أن احنا إن شاء الله نواصل في المزيد من البرامج اللي تخدمهم. وهالي بتكلم معاك دكتور عنه، يعني في النهاية شنو الخطط المستقبلية لتطوير مثل هذه البرامج؟ أكيد يعني كانت هناك استفادة من خلال المخيم الأول. طيب احنا يعني اجتمعنا بصوره مبدئيه بعد الانتهاء المخيم، شفنا شنو الاشياء الايجابيات مالته شنو السلبيات، وراح نعرضها على الجمعيه العموميه. عندنا اجتماع في اخر مارس نسوي هذا اجتماعنا السنوي، ومن خلاله بنشوف المجموعه الكبيره شنو تقرر بالنسبه له. احنا خطتنا ان احنا نستمر فيه، نسوي معدل مرتين في السنه ان شاء الله. موعدنا الجاي بيكون فتره الصيف، يمكن ناخذه بعد في فتره، بيكون في فتره اطول من أسبوع واحد.
يمكن يلاقي إقبال أكثر بعد فترة الصيف. يعني نحاول إنه يكون في ديمومة، يكون في يعني إنه يكون بشكل منتظم كل سنة، وإحنا يعني منفتحين على النتائج. يعني ما نقدر نقول إحنا شو بنسوي الحين، أكيد راح نطور فيه حسب أولياء الأمور شنو قالوا. بعد إحنا أعطيناهم استبيان حلو في نهاية المخيم، يفيدكم وايد. إيه يقولوا لنا شنو رأيهم هم في الأشياء، شنو التقصير إلى آخره. نحاول إحنا يعني نسد هاي الثغرات، والله يوفق جميع إن شاء الله. ما فيها يكسور يعني الخدمات اللي يقدمونها للمجتمع الصراحة، يعني أمانة خدمات كبيرة، جهود مشكورين عليها، ومشكورين على وجودكم معنا اليوم في شمس البحرين. شكر لك يا بدر. شكرا لكم. قبل أن نختم حلقتنا اليوم راح ننتقل المطبخ ونشوف الشكل النهائي لطبق اليوم أو طبقين اليوم. جاءنا المطبخ عشان نشوف الشكل النهائي، بس نذكر بشكل سريع ايش سوينا. شوف اللي ما لحق يشوفنا اول شيء. طبعا بالنسبه حق اللي هي سلطه الستيك، في البدايه اللي هو قطعنا الشمندر ويا الملفوف الابيض، وعندنا الذره الحلوه والستيك اللي هو الستيك اللي اخذنا الرب اي، طبعا خمرناه. بعدها طبخنا اللي هو الستيك في زبده، يعني نفس ما يقول ميديوم ويل، مو بولدن، وخليناه شوي يبرد، وبعدها ضفناه للسلطه. وبعدها ان شاء الله اللي هو نضيف اللي هو الصوص اللي سويناه من السراتشا والمايونيز مع الملح والفلفل الابيض. اما بالنسبه حق سلطه الربيون، كان عندنا اللي هو اليزر، وعندنا الخيار والافوكادو والبين سبراوت والخس، وطبعا الربيون. وسوينا التتبيله اللي هي من ليمون وماسترد. فحاليا يعني بنضيف اللي هي الصلصه، سلطه الستيك. وهاي الصلصه لان فيها سراتشا فشوي سبايسي. نروح نخلط السلطه. في شيف صوصات معينه مثلا ما تنفع حق سلطه معينه، ولا لا الصوصات ممكن تنفع حق مثلا حق اللحم غير حق السي فود غير؟ هو اكيد السي فود تناسب الاشياء اللي تكون يمكن حامضه اكثر. وعموما يعني في السلطات الناس ما يفضلون يكون السوس ثقيل نفس يعني في مثلا في البرجرز او في اشياء ثانيه يفضلون السوس اللي هو يكون ثيك اكثر. في السلطات يحبون السوس الخفيف عشان ما يطغى على طعم باقي المقادير. وطبعا بنضيف اللي هو تتبيله لسلطه الربيون. نروح نخلط المقادير. نصير نقول بعد زيت زيتون حطينا فيها صح؟ اي سلطه التتبيله حطينا زيت زيتون. خفيفة وسريعة. خفيفة وسريعة، طبعاً مقادير متوفرة أتوقع يعني في كل بيت وسهل الوصول لها وما تأخذ وقت، وفي نفس الوقت يعني فيها اللي هو البروتين اللي هو مثلاً هني عندنا اللحم، وهني عندنا الربيون، وهني مثلاً عندنا الشمندر، بعد في نسبة عالية من الحديد، أشياء يعني مفيدة حق الصحة، وفي نفس الوقت فيها طعم. يعني في ناس لأن ساعات اللي يفكرون مثلاً إذا بناكل سلطة معناته شيء يملل او شيء ما في نكهه يعني. فالتتبيله او الصلصه تلعب دور يعني في السلطه، وفي نفس الوقت ممكن انها تكون خفيفه وصحيه. صح. هذه اذا الشكل النهائي حق السلطتين اللي سويناهم اليوم. احنا ان شاء الله بنشوفك باكر شيف في حلقه الخميس، وانتم ايضا مشاهدينا نشكر وجودكم ومتابعتكم لحلقتنا اليوم. نشوفكم باكر. توترني انت قاعدين. مع السلامه.